ها خير يا رباب؟ بصراحه يا باشا انا كنت جاي اسال عن محضر، بس ليه يعني محدش كلمني ولا رد عليا؟ ومالك قلقانه كده ليه؟ انا مش قلت لك ان انا وعمر بيه هنقف معاك في القضيه دي لاخر نفس؟ كلمي يا رباب. خايفه يا باشا؟ لا لا لا، ايه الموضوع خايفه ده؟ مش انت ده، انت قرده، انت بنت بلد مجدعه وما يتخافش عليك، ده غير انك انت عامله محضر في ضابط شرطه، يعني خبطه فينا كلنا. اديك قلتها بنفسك يا باشا، عرفت ايه اللي مخوفني؟ هو انا قلت ايه؟ معقول يعني يا باشا انتوا يعني حضرتك وعمر باشا هتاخدوا صف واحده زيي والموضوع خابطكم كلكم؟ يعني انا خفت ان اللي مخوفني يطلع صح. مخوفك ايه اللي يطلع صح؟ انكم يعني يا باشا تكونوا بتقسموا عليا، مؤاخذه يعني. على اساس ان احنا يعني في سويسرا يعني، والناس عماله تطبطب على بعضها ويحضنوا بعض، واحنا مرميين كده لا شغله ولا مشغله، فربنا اكرمنا برباب نزلنا من السما. السلام عليكم. عليكم السلام. الاخت رباب؟ ايوه انا رباب. تليفون يا رباب. تليفون مين؟ عمتي. لو انا ايه اللي جاب عمتي هنا؟ الو عمتي؟ طب اديني اماره. اماره، عايزه اماره. ايوه يا عمتي، هما مين اللي عندي دول؟ هربات يا حبيبتي، تعالي تعالي يا ضناي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي. اتفضلي. يزيد فضلك يا بيه. كويسه يا عمتي؟ انا تمام يا حبيبتي، ما تخافيش يا رباب. خير يا باشا؟ انت رباب؟ وانت بعت يا اخويا تجيبني بالاسم عشان تسالني دلوقتي اذا كنت انا هي ولا لا؟ ما شاء الله، ده انت لسانك سبك كمان. كتر الغلب يا باشا نطق الحجر. معلش والنبي يا بيه، اصل انا ما احبش اكون على عماية. هو انت مين؟ انا عبد الفتاح الكومي. مين يعني عبد الفتاح الكومي؟ انا ابو الرائد عادل الكومي. جتني نينا، ما هي باينه من اولها. شفتي يا عمتي، انا طول عمري كده لازم اكون زي المدب والحماره، ما القطهاش كده عمري وهي طايره. عبد الفتاح الكومي وعادل الكومي، صح كده؟ امر يا باشا. اتفضلي يا رباب. 150 الف جنيه عدا ونقدا. اشمعنى؟ شوف يا رباب، انا طبعا ما يرضنيش ان ابني يعمل معاك العمله الحقيره اللي عملها، بس يعني في النهايه هو ابني، يعني ضنايا، والضنا غالي زي ما انت عارفه. فببساطه يعني انا بدفع لك ال 150 الف دول في نظير قبولك اعتذاري عن اللي عمله ابني، فاش حاجه يعني. قلت ايه؟ طب وانا يعني يا باشا لو ما قبلتش الاعتذار ما هتخمش؟ تاخديهم ازاي بس يا رباب؟ كفاره يعني. رباب بص يا بنتي، كومي باشا مقدر زعلك وزعلي، وبصراحه مش عاجبه ان احنا نعيش في الحته الملطوطه اللي احنا فيها دي. والراجل الباشا بيفكر لقدام تفكير ناس كبار، واحنا لو فضلنا في الحته اللي احنا فيها احنا مش هنسف حالنا، هنبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش. الباشا عنده شقه كده على القد في اكتوبر هيديها لنا، وهيجيب لك عربيه صغيره تعملي بيها مشاويرك يا حبيبتي، وهيديك ال 150 الف جنيه تبدأ بيهم مشروع كويس عشانك انت لوحدك يا حبيبتي، وبكده هنترحم من بهدله الارصفه وجري البلديه ورانا كل شويه يا ضنايا. قلت ايه يا بنتي؟ انت بتقولي ايه يا عمتي؟ بقول لك يا عمتي، انت الكبيره وكلامك يمشي عليا وعلى اللي يتشدد لي، بس خليكي فاكره ان انت يا عمتي اللي بتتشدديني في الدنيا دي. ايوه يا حبيبتي. ايوه بقول لك ايه يا عمتي؟ ايوه يا رباب. انت عايزه تسيبي المنطقه ولا تلزمك العربيه ولا حتى الشقه؟ اسمعي يا بنت، افهمي كويس قوي انت قاعده قدام مين. اقسم بدين الله
انسفك قبل ما تخطي منها خطوه واحده. بقول لك ايه يا باشا، احنا هنا في ملعبك يعني عندك، لو تقدر تنسف يا اخويا انسف، ولا تكلف على روحك شقه وعربيه وفلوس وشي وشويات على ايه؟ اقسم بشرفي اخليكي تتمني الموت وما تطلقيهوش. وماله يا اخويا، احنا قلنا ان مفيش حد بياخد غير نصيبه، يعني هي هتبقى موته ولا اكتر؟ امي بينا يا عمتي. السلام عليكم يا باشا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. أنا خلاص حطيت صوابع العشرة منك في الشقة يا ميرفت. ليه بس ياما؟ هو أنا قصرت في حاجة؟ روحان ورحت، قاعدة وقعدت، فنجلت عينين وفنجلتها على الآخر، لدرجة إن الراجل ما كانش بيكلم حد غيري في القعدة ياما. هي مرة واحدة بس يتيمة، لما أمريكاني إداله نمرة من على الموبايل بتاعه، بس كنت خطيف، كنت تيم يعني. وما عرفتيش نمرة مين دي يا بت؟ يا لهوي، هعرف ازاي بس؟ كنت هاخد من راجل الموبايل بتاعه المستمع عائل. مستمع عائل؟ وانا اللي بتكلم؟ يعني انا مجنونه يا بت؟ بقولك ايه؟ انا ما قلتش كده، ما تقوليش كلام ما قلتوش. ما انتي اللي بتلقحي اهو. خلاص سحبته. ايوه كده، تأدبي. انا عارفه خلفه ايه دي بس يا ربي.